بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه كله من الأزل إلى الأبد لله. الحمد لله الذي أظهر الحق وأعلاه وأزهق الباطل ونحاه، خلق الإنسان فسواه، شق سمعه وبصره وهيأ له طعامه وسقياه، جعل له في الأرض علامات وفي السماء ثريات وبها في ظلمات البر والبحر هداه. أحمده سبحانه وتعالى وأطلب رضاه وأستعينه وأستغفره وأستنصره على من عدانا وعدا، وأسأله تبارك وتعالى الولاية لكل مولى. أشهد أن لا إله إلا الله خلق الخلق فهذا أسعده وذلك أشقى، وفق العبد الصالح لطاعته وجعل الجنة مأواه وأضل الظالم الفاسق وجعل النار مثواه. أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أو ليعلم الناس أنه لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلقه ومصطفاه. أسرى به ربه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى الطاهر، أوصله إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ومن عليائه ناداه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل عبد ولاه، وعلى من سلك طريقه واستنى بسنته واهتدى بهداه، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وأزواج أمهات المؤمنين الذين عرفوا ربهم فهداهم ربهم بإيمانهم وأصلح بالهم وأدخلهم الجنة عرفها لهم فرضي عنهم أجمعين. كانوا ربي رجالا حق رجال، كانوا بالليل عبادا ربانا وبالنهار أبطالا فسانا. تركوا خير البقاع، تركوا مكة والمدينة مع فضل مكة والمدينة، خرجوا إلى أصقاع الدنيا ليبلغوا للناس رسالات الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله. قال جعلنا وإياكم من القرى. أمين. خرجوا فاتحين، فتحوا القلوب، فتحوا قلوب العباد، ودانت لهم كل البلاد. خرجوا ليبلغوا للناس مقالة واحدة يدل عليها مدار السعادة في الدنيا والآخرة: يا ناس قولوا لا إله إلا الله مفلح. يا ناس من يأويني حتى أبلغ رسالتي وله الجنة. في رواية: ما من رجل يأويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وهذه قبورهم شاهدة عليه، لم يخرجوا مثلنا سياحة ولا لطلب الدنيا، بل تركوا الدنيا وما فيها. وهذا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. وسمعنا هذه الآيات بالأمس لما فتح المدائن عاصمة القدس، عاصمة اللهم افتح علينا القدس يا رب، عاصمة فارس، عاصمة القدس، الدنيا بالذهب والمعادن النفيسة تحت رجليك، وهو يركل الدنيا بقدميه، يركل الدنيا. أخوانكم في بنك الدم يعني يظن بكم خيرا، ولذا جاءوكم. ما راحوا لأهل المخاضي، جاءوا لأهل المساجد. ولا عم السابق ممكن العالم على هو برضه عمره دلوقتي، بس انت هتعملها لله. التاني يعملها ايه؟ جدعانة وشهادة ومروءة ورجولة وجدعانة وشمتانة. لا، انت هتعملها لله. وصلت ان الانسان بيعمل عمل، ها؟ اثنين بيقوموا يا عم الشيخ عيد، بيقوموا زي بعض، خد بالك، وفرق من قيامهم واحد ما بين السماء والارض. اثنين بيعملوا عمل واحد، واحد بيتصدق، ها؟ ب 100,000 درهم، واحد يتصدق بدرهم واحد، والدرهم هذا خير من ال 100,000. في الحديث سبق درهم ايش؟
سبق ذهب الخلفين؟ لا، 100,000 ما في 1,000. سبق ذهب 100,000. راجل بيخيش كذا باشمهندس سيد فوزي، طلع 100,000. واحد زهقان كده كحيوان خالص طلع رقم واحد. ها؟ الدرهم يسبق ليش؟ انا طلعت نص مال. سبت درهم قليل وطلعت النص. فلان طلع 100,000 كان عنده كثير ما يتقبل منه. فالدرهم هذا خير من الرقم. يعني الراجل ده بيضحك طلع نص دمه دلوقتي. شنو يا حبيبي ده؟ ومن احياها فكانما احيا الناس. يعني الكريم اذا اطلق بابه من احد. واخواننا جاءوا لاهل المساجد ولم ياتوا لاهل المقاهي. خير الناس الذين لجوا الى الله تبارك وتعالى. فعسى ان يرى ربكم منكم خيرا. اخوانكم خلف الستار ينتظرون كل واحد دمه خفيف. الله يتعالى. نرجع صلى الله عليه وسلم. وانا اول واحد شايف في المكان انا صراحه بخاف، لكن انا اول واحد مساعد. تعالوا كتبوني خدوا الدم بتاعي وعيش. ابو عائشه انا اول واحد واقوم الان. عايز اقوم الان اقوم الان. عايز بعد الدرس عشان ايه؟ يعني الواحد يخشى يعني يكون شيء يكون ما بيعمل. انا اخاف ضعيف لكن اتوكل على الله. ابو عائشه انا جاهز. ابو عائشه انا جاهز. الاخوه اللي خلف الستار يا ولد شوف ما بيردش. شدوا الشيخ محمود اسالهم جابوا اخوات النساء. النساء مصفيه دم لحم ما من النساء دلوقتي. بدل هات الواحد يضع نفسه مكان اخوانه. يعني موقف ما فيه خذلان، يعني خاصة الاخوة اللي من دم الكرماء اللي هو زي الكور. بيدي جميع الدماء، مين زي الكور يا اخوانا؟ ارفع يد فوق ما تخافش. ربنا يبارك في صحتكم ويعافيكم ويجعلها في ضعف الله سبحانه وتعالى. خلصونا عشان الشيخ عبد السميع كانوا بيخوفنا من بعيد. رد علينا يا ابو عائشه جابوا اخوات النساء ولا خلاص تابع ربنا. خلاص لا مش بيجيبوا النساء عندهم. نرجع يا اخواننا الى موقف مهم، موقف الصحابه رضي الله عنهم. سعد بن ابي وقاص لما فتحت الدنيا بكى ورحل الذهب والدنيا بجديد. سبحان الله العظيم. ليه يا اخواننا؟ التأسيس الإيماني من تحت قوي. نحن في غربة نعيش في بلاد يعني يكثر فيها المال والناس تأكل على المال. شوف بعض الناس ما يعرف بالدنيا رغم إنه فقير لأنه متربي. وأشوف أرى بعض الناس ينهل كما ينهل الكلب العطشان على الدنيا. ليش؟ الأساس ضعيف. التربية غير متينة. فليست العبرة بالحاجة، لا والله. العبرة بالتربية. سعد بن أبي وقاص يقول إيش في البخاري ومسلم بس، يقول لما سجنوا في شعب أبي طالب كان الرجل منا يحط كما تحط الشاة، أكل ورق الشجر أعزك الله حتى يجيهم إسهال. مفيش. فركل الدنيا بالليل ومكر وقال قرأ قول الله عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين شاهد كذلك وأورثناها قوما آخرين فلا بكت عليهم السماء الآن. وهذا أبو الدرداء عويم الخزرجي عن أرضاء العابد الزاهد لما فتحوا قبرص فتحوا قبرص بكى. ما يبكيك؟ أليس يوم فرحة؟ نعم. يوم نصر؟ نعم. يوم أعز الله فيه الإسلام وأهلا؟ نعم. تبكي ليش؟ قال أبكي لأن هؤلاء القوم هانوا على الله فأمكننا الله منهم ونخشى اليوم الذي يأتي يأتي علينا فيه نتساوى معه في المعصية فنهون على الله فنصدر بعين الله فيمكن هؤلاء منا. لماذا نحن اليوم في ذلة وفي مهانة ويقابل اعداء فينا حوقنا في كل مكان؟ سوينا معه في المعاصي، ادخل بيوتنا في اختلاط عندهم، عندنا اختلاط في البيوت. ما ودي اتكلم انا بالوجوه الطيبه اللي احسن بها الظن،
التشويش في البيوت، القرارات السيئة في البيوت، طبعا في البيوت، اختلاط صغيرة ونميمة ومتلك معاصي، لابد ما كلها نتصالح مع الله، لأن العذاب يخلنا من ينزل بعمر، لابد نتوب إلى الله توبة كماعية. قبورهم الصحابة في مشارق الأرض ومغاربها. أين خالد بن زيد؟ مين خالد بن زيد يا فندم؟ أبو أيوب الأنصاري اللي دخل النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة أو نبات في اسطنبول مجاهد، ما راح يتفسح ولا يجيب له بضاعة حلوة من تركيا زي ما كان بيعمل روح وليد. خالد فين؟ بن وليد في حمص. علي فين؟ في الكوفة. العباس فين؟ في الطائف. يقال في قرية اسمها قرية تميمة، في قرية في الصعيد فيها 27 صحابة حول الرياض في حصلت معركة اليمن. القصة دي تعالي قلتها لكم من قبل، وصلت رسالة متصلة. شيخنا الله يرحمه علامة محدث رجل رباني شيخ حمودي توجه رحمه الله، ولد الشيخ عبد العزيز حدثني القصة عن أبيه عن صاحب القصة وذكرها في كتاب اسمه العقوبات والمواعظ. لما جاءت سيوف في هذه المنطقة جرف الحروف فإذا بقبر رجل جرحه يثرب دمه في شيء خفيف جدا سمرة ولحية طويلة. الصحابة ما كانوا يقصوا اللحى، وفروا اللحى، أخلقوا اللحى، أعفوا اللحى، أرجعوا اللحى، 27 أمر نبوي. الأمر بإعفاء اللحية وإطلاقها وعدم قصها. كان ابن عمر كان إذا حج واعتمر قبض على لحيته وأخذ مطال. قال شيخنا العلامة فقيه الشيخ بن باز رحمه الله قال أراد رضي الله عنه والله حديث البخاري أن يجمع بين فضيلتي الحلق والتقصير، وهذا أدب الشيخ وهذا اجتهاد منه، والسنة في خلاف ذلك. رجل قبره لفظ القبر والجرح يدفع دمه، وعليه الكفن كما هو كتان ومربوط بسعف نخل أخضر كما هو. قصة بلغت صاحب رعاها، بلغها للشيخ حمود الترجلي، وراحوا بلغوها لسماحة الشيخ شيخ مشايخنا عليه رحمة الله الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ بن باز. فقال غيروا القبر وادفنوه ليلا حتى يوصل اسمه. هذا ايضا صحابي من الصحابه الذين كانوا في ايش؟ في معركه اليمن، وشهداء احد لهم خمسه منهم القبور وعرفوا فلان وقبر فلان وقبر فلان وقبر فلان لما جاءت سيوف من قبر. الشاهد ان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم خرجوا الى الدنيا يحملون هم الاسلام، فرضي الله عنهم اجمعين. اما بعد كل هذه كانت مقدمه، أما بعد فإن الأمراض التي ابتليت بها الأمة مرضان خطيران، المرض الأول مرض الشهوات والثاني مرض الشبهات. والمرضان كل منهما له علاج. مرض الشهوات علاجه بحسن العبادة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن بس هذا في تفصيل. الشبهات علاجه بالعلم، الشهوات ترتفع بحسن العبادة والشبهات ترتفع بطلب العلم. الوقت انتهى. شيخ عبد السميع الشيخ فين؟ شيخنا وأمنا باقي كام؟ 10 دقائق؟ والمؤمن يا إخوان يسعى إلى إصلاح شأنه لابد من أن يضع يده على الأسباب التي أدت إلى ما وصل إليه. وهذا الكلام سببه حوار مع بعض الشباب وبعض الإخوان يشتكوا من أمور معينة ومعاصي تلبسوا بها وأمور تحتاج إلى معالجة. فعلاج الشهوات هو زيادة الإيمان
وكثرة العبادة وأداء العبادة على الوجه الأكمل، وأولاها أداء الفرائض على الوجه الأكمل. الله عز وجل يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيت هرولا. نعم، وما تقرب إلي عبدي بشيء في بعض الأحاديث أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال في الاستمرارية، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوازل زيادة العبادات حتى تفيد الغاية، حتى أحبه من الشيء. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطيني، ولئن استعاذني لأعيذني. إذا كثرة الطاعات حماية ووقاية. قل لبعض المشايخ علماء سجن في بعض البلاد رجل بحر سجن، يقول حتى الإنسان ما يشعر بأهله في السجن، بشر الإنسان يشعر بعالم آخر. بأن كنا نجتهد في العبادة اجتهاد في اليوم 200 ركعة، كل واحد يصلي في اليوم 200 ركعة، 200 ركعة بخشوع وخضوع، وكانوا يختمون في الصلاة كل 5 ليالي، وصلي يختم القرآن كل 5 ليالي، ختمة داخل الصلاة وختمة خارج الصلاة كل 3 ليالي. إذا الوقت مملوء بإيه؟ بالأنس والصلة، صدق الصلة لله تبارك وتعالى كانت قضية. أما الشاب النهاردة يجي له هواجس، وكان ينظر للحرام، ينظر للصور في الشوارع، في الشاشات، في البلوتوث، في هذه الأشياء اللي دمرت الدنيا تدميرا، ولا ننكر أن هذه الأشياء فيها خير، لكن أنا بتكلم على اللي يستغل هذه الأشياء استغلال خاطئ. ما الجوال اللي في ايديك المحمول ده ممكن تستخدمه في الخير وفي الشر، الانترنت ممكن تتحكم فيه، لكن حتى الطيبين الطيبين كثير من الطيبين نضيع وقته يقرأ أخبار ومش عارف ايش، نضيع عمره هباء منه، ما في وقت الواحد حتى يبص في الأشياء. فالإنسان ينظر إلى الداء، يعرف الداء، ثم يضع يده عليه، ثم يبدأ بالعلم. سأتكلم بإيجاز شديد جدا عن أسباب نقص الإيمان، أولاها الجهل بالله تبارك وتعالى. الجهل والعياذ بالله خطر عظيم، ولذا وجب على المؤمن أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه بالإقبال على طلب العلم والسعي الحثيث عما يرفع به الجهل عن نفسه. وكل ما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك يجب عليك أن تتعلمه. أنت الآن مسلم، تصلي وتتوضأ وتطهر وتصلي وتصوم وتحج، فواجب عليك أن تتعلم. الآن كلنا نصلي، لكن يا ترى من فينا تعلم صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ من فينا تعلم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخذها بالتلقي عن أهل العلم، لم يأخذها بالتلقي عن الآباء والأجداد. من فينا فعل ذلك؟ كل واحد يسأل نفسه. أنت الآن بتتوضأ، كيف وضوءك؟ انظر باخر الناس في اغلب الناس بتوضا الصلاه بيصلي غلط. فلابد الانسان ان يرفع الجهل عن نفسه بطلب العلم. تعلم كما قال ابن العزيز لولده: تعلم فليس المرء يولد عالما. في حد يقول عالم يا اخوان؟ تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس اخو علم كمن هو جاهل، فان كبير القوم صغير عندهم اذا ما التفت عليه المحافل. شرفا أن الله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيش؟ درجات. يكفي أن شهد الله أنه لا إله إلا هو، أعظم مشهود عليه إيش؟ توحيد. وأول من شهد بالتوحيد وشهد بالألوهية هو الرب تبارك وتعالى، شهد الله أنه لا إله إلا هو. ها بعدين والملائكة وأولو العلم قائم. فبدأ بذاته المقدسة، ثم ثنى بملائكته، ثم ثنى بأولي العلم، لما كان أولي العلم. فالعلم نور والجهل إيش؟ ظلام. والعلم ميسور النهاردة، تذهب إلى المساجد تتعلم دروس وتقرأ وتطلع وتتفقه كده. نعرف بعض الإخوان كان عنده وقت لكن ما عنده مشايخ، يجلس في الصحراء، يعمل في الصحراء، يعمل إيش؟ يجيب ألبومات الأشرطة بتاعت الكتب المشروحة بتاعت المشايخ، يسمع، يفتح المسجل، يفتح يسجل
ويفتح ويعيش ايه يضرب الكتاب. نعم اقول هذا ليس هذا عامل مساعد. طالب العلم ثاني الركب عند العلماء يقول هذا عامل مساعد، يقرا ويطالع ويسجل ويفهم، تقف معاه مساله يسجل علم يجمع يجمع، واذا لقى احد ذا العلم ساعد. واحد سمع عشان الشيخ ابن عثيمين وتفقه في الفقه وكذا، وبعدين يقول قبل الشيخ، يا شيخ لما حد يسأل يقول قال الشيخ ابن عثيمين، قال قول قال ابن عثيمين، قول قال ابن عثيمين، ما عليك بيعينه ويوجهه. فأقصد الإنسان يسعى لطلب العلم ورفع الجهل عن نفسه، ورفع الجهل عن نفسه، فالعلم نور والعلم هداية. ويكفي شرفا لأهل العلم أنهم كالنجوم في الأرض، نجوم في السماء تضيء، وكذلك أهل العلم يضيئون في الأرض. ونكلم بعض الإخوة قطر في خطر، ليش؟ خطر ما في علماء، قطر في خطر نخبة، ليش؟ بل ما في علماء، ما في خير. فالإنسان يحرص على أنه يتعلم دين الله تبارك وتعالى، لأن تهدو إلى بيت من بيوت الله فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من ناقة كوناوة، وآيتين خير وناقتين خير من وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث أعدادهن من الإبل. تهدو إلى بيت من بيوت الله تتعلم آية من كتاب الله خير لك من ناقة كوناوة. نعم، طالب العلم في سبيل الله حتى يرجع. إن الملائكة لتبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. إن الملائكة لتصلي على معلم الناس الخير. نعم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أنت لو سلكت في طريق التعلم فحصلت على نصف الخير حتى تعلم. نعم، تقبل على الخير. فأول أمر من أسباب زيادة الإيمان إن الإنسان يرفع الجهل عن نفسه، وذلك بطلب العلم. الأمر الثاني الغفلة، الغفلة عن الله داء عضال والعياذ بالله. لما ترى الإنسان يأكل ويشرب ويمشي ويتنعم بنعم الله وغافل تماما عن الآخرة، وغافل عن الموت، وغافل عن الحساب، وغافل عن الميزان، وعن الجنة وعن النار، كما قال الله عز وجل كلا بل ها ران على قلوبهم ما كانوا يستأصبح. خلاص الران ده القلب ده أبيض، ينكت فيه نكتة سوداء فنكتة سوداء فنكتة سوداء، أصبح كالكوس مدخين أسود تماما، لا أعرف معروف ولا ينكر منكر، إنسان ميت ميت تماما. فأنت الآن في عين الحياة في سفينة النجاة، أنت في المسجد، البيئة الطيبة اللي ذكرك بالله والصاحب الطيب والشريط الطيب والكتاب الطيب. لا أقول كتيب، لأن الكتيب تصغير، تصغير في تحقير، وهذا في قال الله وقال الرسول. كلمة كتيب لا نقولها أبدا يا إخواني، والرسالة والشريط والمطوية والصاحب والزيارة في الله ومجلس العلم وسوي الاثنين والخميس ونزور المقابر مع بعض ونروح نزور المستشفيات ونتقابل مع بعض، إيماننا يزيد. أنت في بيئة طيبة، أما بيئة المقاهي والسايبر والأماكن البذيئة، يعني نجيب أسماعكم عن سماع هذه الأماكن في بيت من بيوت الله، فهذه بيئة الغفلة والعياذ بالله تقص القلب والعياذ بالله. كذلك الإعراض عن دين الله تبارك وتعالى. والله يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي ما حشرتني أعمى، يعني في الآخرة، وقد كنت بصيرا، يعني فين؟ في الدنيا. ربنا قال له الجزاء من الجزاء. قال كذلك أتتك آياتنا نسيتها، يعني تركتها وأهملتها ولم تعظمها ولم تبجلها ولم تقبل عليها، تسمع حياة الصلاة حياة الفلاح، جالس شيش بيش على القهوة، بس أقول لك بنخلص جالس الأهل والزمالك يقول لك بس إيه بنش وتدري ونصلي، نبقى نشرب العصر مع البلد. الله غفور يا أخي، ما تبقاش عن بالي كل شيء حرمته علينا، حرمته علينا الطيبات. يعرض عن دين الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش عيشة كلها ضنك. نعم يعني مجاكة في البيت ولا خير شوية ولا إيه؟ أفك العب واحد شرب واحد قهوة في الجنة، أقعد على القهوة خلاص انتهت المشاكل. إن شاء الله كيف المسجد أصلي ركعتين، أروح أفتح المصحف كده أسمع الإنشاء وأسمع عبد الباسط، أتنعش شوية كده.
لا اقول لك ليه، اقعد على القهوه العب لك ايه، العب لك ايه طاوله ولا العب لك واحده شلح. غفله. فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى، قال ربي لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك ننسي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وايه؟ ابن عباس يقول ظلم الله لمن قال أو من أسباب ضعف الإيمان العصيان والتمرد على الله عز وجل. التمرد على الله تبارك وتعالى وفعل المعاصي، انظر المعاصي بتعمل إيه المعاصي؟ انظروا إلى إبليس أول واحد طرد من رحمة الله، كان مقرر بدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وطردا وبالصورة الحسنة بأقبح صورة. انظروا إلى أبينا آدم عليه السلام، أول ما أكل من الشجرة فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. شوف بقى إيه؟ دي اللي ضيعت آدم أهو، انظر اللي رفع آدم ثم تاب عليه وهدى ثم اجتباه وتاب عليه وهدى. إذا المعصية هي التي أخرجت آدم من الجنة. المعصية هي التي قال قوم لوط بجناح من جبريل عليه السلام حتى ألقاهم، حتى سمع صياح أو نباح كلابهم. ما الذي أغرق قوم نوح؟ المعصية. ما الذي أهلك النمرود وأغرق فرعون؟ المعصية. إذا المعاصي لتحول بينك وبين الله تبارك وتعالى. المعاصي سبب لهلاك الأمم. المعاصي سبب لسخط الرب. المعاصي تحول بين الإنسان وبين العلم، كما قال الشافعي شكوت إلى وكيع صاحبني فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي أو لا يهدى لعاصي. المعاصي سبب في ضيق الأرزاق ووهن الأبدان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن نور في الوجه وسعة في الرزق وعافية في البدن، والمعصية على العكس ظلام في الوجه وهن في البدن وضيق في الرزق. فالمعاصي تحول بين العبد وبين رضوان الله، بين العبد وبين التوفيق في كل أمر. انظر الانسان الصالح الموفق تجد ابواب الخير كلها امامه مفتحه. فليحذر الانسان نقصان الايمان المعاصي. وقلنا بالامس كلام ابن القيم رحمه الله ان العبد له ثلاث مقامات او عنوان سعاده العبد ثلاث، اذا اعطي اخواني شكر، وإذا ابتلي وإذا أذنب استغفر. فإذا أحدث الله عليك نعمة لابد أن تحدث لها ايش؟ شكرا. وإذا نزل بلاء بك لابد أن تحدث له ايه؟ صبرا وجلدا. وإذا أذنبت استغفر، والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون الله ايش؟ فيغفر لهم، صح؟ فإذا الإنسان إذا أذنب استغفر وتاب تاب الله عليه، ولو عاد وتاب تاب الله عليه، ولو عاد وتاب تاب الله عليه. في الرابعة افعل عبدي ما شئت قد غفرت لك، لكن توبة التوبة الصادقة، ولكن توبة الكذابين لا تحتاج إلى توبة، هذه ليست توبة. الاستغفار استغفار الكذابين استغفار باللسان وقد مصر على المعصية، وفي حديث في سنده ضعف
المستغفر، حديث سنة فيه ضعف، المستغفر من الذنب وهو قائم عليه كالمستهزئ بربه. المستغفر من الذنب وهو قائم عليه، يعني على الذنب بيعمل ذنب ويستغفر، وهو قائم على الذنب لم يرفع عنه كأنه بيستهزئ بالله. وإن كان الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المقال، كلام صحيح فعلا، الذي يفعل الذنب ويستغفر منه كأنه بيستهزئ بالرب تبارك وتعالى. الحسد المرض الذي أول ما وقع من إبليس لما حسد آدم، أسجد لبشر خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين حسدا. فالحسد داء بغير، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، لأنه عمل قلبي. والحسد تمني زوال نعمة الغيب، الحسد يا إخواني تمني زوال نعمة الغيب. كان الشيخ عبد العزيز بن صالح، هذا كان رئيس القضاء في المدينة النبوية، وكان رئيس شؤون الحرم المدني نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، والراجل كان شخصيته قوية. يقول إن كان في نسب بينه وبين الملك فهد، كان واخد بنته. الراجل كان قوي، شخصيته قوية جدا. كان الشيخ الحذيفي لسه صغير وصوته بقى كروان صغير كده، والشيخ عبد العزيز صالح هو الإمام، وصوته عادي، راجل عالم فقير وخطيب لكن صوته طالع حلو يعني. بتاع الشيخ عبد السميع كده. فظل ورا الشيخ الحذيفي يجيب ويجيب ويجيب لغايه ما حطه في الحرم. طب الناس هتلتفت لصوت ده، بس الراجل العجوز ده. فيقول ايش اللي كان بيحكي القصه؟ بيقول لو حسد لكان الشيخ عبد العزيز صالح. يحب الخير للناس، شاب لسه طالع، تعال انا المنبر ده عنده 30 سنه هنا. طب ليش ما اعطي فرصه للشباب؟ تعال نطلع. اطلع يا ابني خد نصيبك. قدم شجع الشباب. لو خلى الشاهد القصه قال ايه؟ لو خلى جسد من حسد لخلى جسد الشيخ عبد العزيز بن صالح. وحكى القصه بتاعت ايه؟ شيخنا ابو عبد الرحمن، وشرفت بالعمل معاه، الراجل لا زكاء على الله صراحه، راجل بحسبه الطيبين. الشيخ ابو علي بن عبد الرحمن الخفي كان الرئيس بتاعنا في العمل في المدينه في مجمع الملك فهد في بعض المصحف قبل ربع قرن. شاهد اخواني، فالحسد ده والعياذ بالله اول ما بيدي بيدي صاحبه، ما ينام، شاف نعمه عند فلان ده بيدي الحلقه اللي بينه ودانه. اول حاجه يعني النعمه دي راحت غلط، راحت عند الشيخ محمود حجلان وقلت لي انا. طب ايه ده؟ ايش هيقول؟ ده انا راجل فاهم. فالحسد والعياذ بالله، ربنا قال ايه؟ ها؟ ومن شر حاسد ايه؟ اذا اعرف عن الحسود هذا. حسود يعني حسود سيء جدا. سبحان الله، عايش 30 سنه في مكانه وراتبه ما يتقدر ودخل وحاله قرض وامراض بدون فلوس. ما سبب الحسود هذا؟ الشيخ محمود عندك كم في البنك؟ كده على طول. يا على طول كده. حسود حسود شيء. ففي يوم بيتكلم في مصر كده وتخرج مع ولاد لا في شر حاسد في هذا رهيب. في ناس ما تستطيع الالسنه يا اخواني مغارف ايش؟ مغارف القلوب. الالسنه مغارف الانسان، هو الانسان ما يستطيع يكتب في نفسه. وتخيل وتحب وان شاء الله بعد نصف عليك نعمه. احنا ماشيين في النهار انا شفنا قطيع النهار القار ظليت ابرك عليها طول ما انا ماشي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله مزيد وبارك، ما شاء الله تبارك الله، اللهم زيد وبارك، اللهم طول ما انا ماشي ولا عرفوا يعرفوني. خير يا اخي الناس، ليش ما تبارك الناس؟ هتخسر ايه يا اخي؟ طب عايزه يا رب ارزقني زي فلان يا رب، مش عيب ولا حرام؟ اللهم بارك له وارزقني ايه؟ طب خيرا منه وارزقني خيرا ما عارف فيك ماشي. لكن تحسده هتكسب ايه؟ اول ما النار تاكل مين؟ والنار تاكل بعضها الى الفجر ايه؟ ما تاكله، هياكل نفسه كده، خليه يغلي بالليل كده. معاه من حد؟ ها؟ فاذا الحسد يا اخوانا من اسباب نقصان عن الشيخ عبد السميع. خلاص؟ خلاص.
بنكتين غير الاكسترا فايل. بس كان بتوع الكورة عن الاكسترا فايل، احنا اول الاكسترا فايل بدون الاكسترا فايل، كانوا كلام قال الله وقال الرسول. طيب بعد ذلك يا اخوان، يا اولاد يا شباب يا عيال يا صغيرين، الصاحب السيء شيطان رجيم وهو اشد من ابليس، لان ابليس تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ابليس راجل عدل قوي على طول يمشي يسمع كلام، اما ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لازم كده عينك كده تعمل ايه ده بقى؟ يبقى انا اشد، ده ابليس الراجل بيسمع كلام اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سمعنا وقطعنا الفرق. ولذلك في حديث الامام مسلم رحمه الله في صحيح مسلم كتاب الاذان، ان الشيطان اذا سمع التاذين، بمعنى الاذان اذان تاذين اذان اذين تاذين كلها بمثل صحيح ثلاثة، ان الشيطان اذا سمع التاذين يفر الى الروحاء، قيل اما على الحقيقه او قناع عن البعد، يعني الشيطان ينفع يطلع يروح المدينه، يطلع مصر يطلع امريكا كده، يروح كينج، لا كينج لا شو اسمه يروح على كينج شويه. فالشيطان اذا سمع التاذين يفر الى الروحاء وله ضراط، بيعمل محطه تشويش مركزيه علشان ما يسمعش الاذان، لان الاذان في دعوه للصلاه والصلاه فيها سجود، والعمليه اصلا من البدايه كان مشكلتها ايه؟ السجود، انا مش عايز الشغلانه دي، السلام عليكم. يمشي الراجل ويقوم بوم 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 يعمل محطه تشويش مركزيه. خلاص؟ فاذا ما ثوب الصلاه، تثويب يا اخواني له ثلاث معاني. اقامه الصلاه تثويب. قبل اقامه الصلاه تثويب. الصلاه خير من النوم تثويب. كم معنى التثويب؟ نعيدها ثاني وتكرار عدم الشيطان. اقامه الصلاه تثويب. قد قامت الصلاة تثويب. حيئة الصلاة خير من النوم تثويب. مين عندهم ثاني من شباب الصغار؟ اتفضل. اسم الكريم الأول؟ محمد. ارفع صوتك يا شيخ محمد. 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 اتفضل. إقامة الصلاة تثويب. إقامة الصلاة تثويب. قد قامت الصلاة تثويب، الصلاة خير من النوم تثويب. الله يفتح عليك، الله يجعلك من فقهاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قول آمين ويرحم والديك. يبقى إذا يا إخواننا التثويب ليكم معنا، فإذا ما ثوب للصلاة يعني أقام المؤذن الصلاة، خلاص راجع مرة ثانية يقول لك جزاكم الله خير فيك. ده لحلوك من عمك شيخ محمود بركة، ده الله يكرمك جزاك الله خير. ربي يرضى عنك جزاكم الله خير. خلاص يا محمد هيك عندي 10 جنيه خلاص ولا شويه؟ 10 رقم كده صفر مستعد والله هيك عندي 10 جنيه يا محمد. يلا فاول ما يرجع مره ثانيه يبدا بقى الشيطان بقى الشغل بقى في السوق يقول لك ايه؟ تعرف المفتاح اللي نسيتها فين؟ ضاع منك بقى بقى اسبوع بتاع العربيه اذا نزلت عند حماتك هوب اتصل على النبي على طول في الصلاه يتذكر المفتاح العربيه ويتذكر. فإذا ما يقوم الصلاة قال ارجع اذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا واذكر كذا خلاص. يبقى إذا احنا الشيطان اللي هو البني آدم ده اللي لحمه ولحم شحمه ولحم ده أسوأ من إبليس. لأنه أنا عالم بالله سمعت القصص والعياذ بالله أحد المشايخ الكل يعرف ثلاثة. بيحكي له واحد من المبتدئين يعرف ثلاثة أصحاب. ما كلهم صاحب والعياذ بالله موت خاتمه سيئه نسال الله حسن ختامه اللهم اسلم الختام في بنكوك طيبا يذهبوا للبلد عافانا الله اياكم وعافى الله اسماعكم الطاهره. اول ما صحابه لم يطعنوا الصاحب الثاني راح مات نفس الموت لم يطعن والثالث مات نفس الموت لم يطعن صاحب ساحر المرء على دين خليله انظروا ابو طالب النبي صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص عمه يا اخوانا عمه رجل سمو ابيه رباه وحرص ونصره وذب عنه ودافع عنه وعمل معاه الافاعيل امام قومه يموت يا عم يا عم قل لا اله الا الله واحده يا عم قلها قضاها بلسانك قل لا اله الا الله حتى كما عند ربي ابو جهل واخر الشيطان عبد الله بن عمر أترغب عن ملة عبد المطلب؟ خليفة الحمية. آخر ما قال أبو طالب
قال هو يعني أبو طالب على ملة عبد المطلب، فهو خالد مخلد أبد الآبدين في نار لا يطفى لهيبها ولا يضيء شرهه والعياذ بالله. سبب إيش؟ صاحب وبعض ما أخبار السن يقول لك واحد صاحب سنة لكن ما في فيها كده تعمل على القهوة وشوف الجماعة كده خد لك واحدة ولع يا عم بطلت أنا يا عم تاني واحدة هتعمل لك كده سنة بس سنة. الصاحب والعياذ بالله قريب السوء والعياذ بالله من أسباب ضعف الإيمان. طب الصاحب الطيب، الصاحب الطيب سبب في زيادة الإيمان. الصاحب الطيب قال لك تعال صلي في المسجد يا عم صلي في البيت يوم لا تعال صلي بيت ربنا. لو قال لك ايه ده في درس النهارده للشيخ شريف هنا في بتاع كان في التفسير تعالوا في المحضر. يقول لك ايه يا جماعه دول النهارده رايحين نزور واحد هنا نمشي معاهم ما تيجي نزور المقبره ما تيجي كده صاحب صلي بعينك على الطاعه بعينك على الخير. ومن اسباب نقص الايمان ايضا الشيطان الرجيم. طب اعملوا ايه بقى؟ ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. والقارئ قلنا امس الفضل يقول بعض السلف لا تعلن عداوه الشيطان ثم تصادقه في السر. ها؟ يعني المعاصي السر دي الواحد يقول الشيطان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله وبعدين بينه وبين لم يكن بنفسه يعصي الله تبارك وتعالى. فهو في الظاهر بيعلن عداوه الشيطان ثم يصادقه ايه؟ في السر. والكلام عن هذا يعني يطول. بعد ذلك النفس الاماره بالسوء بعد الصلاه. فنواصل ولا نكتفي؟ لا كفايه كده. يا شيخ عبد السميع شغالين لسه؟ نعم؟ كده خلاص تخلص كده. طيب يا اخوانا هنمر عليها مره كمان من نقطه فقط بدون شرط. بعد ذلك النفس الاماره بالسوء. وهذه النفس الانسان يعاديها ما يعطيها ما تشتهي. بعد ذلك الامر التاسع الدنيا وفتنتها وحب المال وحب الدنيا والاقبال على الدنيا والانكباب عليها وطلب الرزق الحلال. من طلب الحلال فهو من ازهد الناس. من طلب الحلال فهو من ازهد الناس، الزهد ترك الحرام. الزهد يا اخواني ترك الحرام. الزهد يا اخواني ترك ما لا ينفع في الاخره. الصحابه يا اخواني رغبوا في المال. قالوا جاء فقراء المهاجرين الى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فقه يا اخواني. قالوا يا رسول الله ذهب اهل الدخول بالاجور، عندهم اموال يا رسول الله ذهبوا الاهل الكل، عايزين احنا فلوس. ليه والله عايز غير العربيه وغير الدكتور بتاع الشقه كده؟ لا لا عايز ينفق في سبيل الله. فقال ان الله تبارك وتعالى اعطاكم خير من ذلك. ايش يا رسول الله؟ قال بكل تسبيح من صدقه وكل تهليل من صدقه وبكل تكبير من صدقه وفي بضع والبضع العدد من ثلاثه لتسعه وفي بضع احدكم صدقه. قال يا رسول الله ياتي احدنا شهادتكم في عرش؟ قال نعم. انظروا الى ضرر الحرام عليه. فرغبوا في المال من اجل ان يستعينوا المال لا ينفقون في طاعه الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يا اخواني الامر العاشر السهم المسموم بسهام ابليس الا هو النظر الى ما يسخط الرب تبارك وتعالى ويغضبه سبحانه وتعالى. وهذا الامر هين على من هون الله تبارك وتعالى عليه. فالانسان اذا نظر هيكتفي بالنظر؟ لو انت اشتهيت طعام واحد اشتهى طعام هنظن كده انت لازم ياكل. طب لو اكل هيكتفي بالاكل مره؟ ده عايز ياكل كل يوم. يعني الانسان النظر للحرام والعياذ بالله ما يكتفي الا والعياذ بالله بالفحش اعزكم الله. طب في مسلم يرضى نفس الفحش ومره واثنين الى الحل ايش؟ يبقى اقطع مره واحده خد بصل انتهى الطبع. بعد ذلك يا اخواني مما ينقص الايمان وباختصار جدا الغيبه والنميمه والعياذ بالله. وتعلمون ان الله صور الغيبه بابشع صوره ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ايش؟ ميتا فكرهتموه. فالغيبه والعياذ بالله داء عضال موجود عند كثير من الاخيار. لسان يفهم لسان من اعراض اخواني و اتقي الله تبارك وتعالى لان هذا والعياذ بالله كبير من الكبائر والعياذ بالله. وهي ايضا بتهدي حسناتك اللي انت تصيرها مخلوق قيامك وصدقاء الله تعالى
حسنات عامة تديها الواحد ببلاش. بعد ذلك يا إخواني سماع ما يغضب الله من أصل أكثر أسباب ضعف الإيمان، سماع الخناق والعياذ بالله وقول الصدور والكلام الباطل والكلام الفاحش، هذا والعياذ بالله يعني بيجعل الكلام يدخل من الأذن ويستقر في القلب والعياذ بالله، لأن الأذن يعني محل موصل إلى القلب، كما أن سماع القرآن يؤثر في القلب صباحا فكذلك سماع البهتان والزور والغناء، وقد صدر كلام من بعض من ينتسب إلى الدعوة بإباحة الغناء والعياذ بالله، ورد على من أباح هذا الكلام ردا قويا بعض أهل العلم منهم شيخ الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد بن إبراهيم الشيخ جزاه الله خيرا، ومنهم كثير من جدا الشيخ سعود الشريم والشيخ الفوزان والشيخ القدام ردوا على من أباح الغناء ردا قويا حتى رد الله عز وجل الحق وتراجع عما قال، فلا نأخذ بالسقطات من هنا ومن هنا، كن عندنا حزم في ديننا حتى ننجو من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأيضا الأمر الأخير الذي يسبب الغفلة ونقص الإيمان التوسع في المباحات من الشهوات التي أباحها الله، شهوة البطن وشهوة الفرج وكثرة النوم بغير حاجة، هذا ما يحدث في هذا المقام، وأعتذر الإقامة لتأخير الصلاة، وأعتذر لشيخنا الكريم فضيلة الشيخ عبد السميع، فتفضل جزاه الله خيرا ونفعه الله.